الآن للمزيد من المتابعة والنقاش ينضم إلينا عبر سكايب من العاصمة الروسية سمير أيوب الكاتب والمحلل السياسي. سيد سمير أهلا بك معنا. إذن البرلمان الأوروبي وافق على تصنيف روسيا دولة داعمة للإرهاب، هذا بحجة الهجمات والضربات العسكرية التي تشنها موسكو على أهداف مدنية في أوكرانيا. إلى أي مدى يعتبر هذا قرارا رمزيا، لأن الاتحاد الأوروبي ربما ليس لديه إطار قانوني لدعمه أو تنفيذه؟ أهلا وسهلا بكم، مساء الخير لكم ولمشاهديكم الكرام. يعني صحيح هذا القرار لا يعتبر قرارا ملزما، ولكنه فقط قرارا معنويا، ويعكس وجهة نظر القادة السياسيين في أوروبا وليس الشعب الأوروبي بشكل عام، رغم أنه قرار صادر عن مجلس يعني نواب الاتحاد الأوروبي، لأن القادة الذين يعني وافقوا على إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا والذين دعموا نظام فاشي، نظام عدواني أول ما قام بالحرب ضد شعبه بعد انقلاب 2014، لا يمكن أن يعارضوا، يعني هذا النواب لا يمكن أن يعارض آراء قادته. لذلك الآن هذه المسألة تبقى مسألة معنوية كما قلت، والغريب أن هذا القرار جاء بعد يعني الصور الموثقة وبعد المشاهد الموثقة التي قام بها جيش هذا النظام الفاشي في كييف من إعدام للأسرى الروس من دون أي محاسبة وحتى من دون أي إدانة من قبل المنظمات الدولية. لهذا السبب يعني هذا أمر غير مستبعد في روسيا، ولكن هذه المسألة إذا بقيت يعني في هذا الإطار معنوية وقرارات غير ملزمة لا يمكن أن تؤثر بشكل كبير، لأن المحاكمة يعني في حال أرادت أن يعني كان من المفترض أن تجرى يجب أن تكون مرتكزة ومستندة إلى أسس قانونية وإلى أسس موثقة. كل الاتهامات التي اتهمت بها روسيا والتي يعني كانت إما يعني على صعيد ما تم ادعاؤه من وجود مقابر جماعية أو قصف للمدنيين هذه غير موثقة. طيب ولماذا يعني تصر أوروبا أو الاتحاد الأوروبي على اتخاذ هذه الخطوة ورغم أنها كما ذكرت حضرتك غير مؤثرة على روسيا بأي شكل من الأشكال؟ يعني كما عودنا الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية دائما يعملون على شيطنة الدول وشيطنة قادة الدول التي تعارضهم السياسة وتعارضهم الهيمنة. يعني نتذكر العراق عندما قاموا بقصفه وشيطنته واتهامه بالإرهاب، وكانت اتهامات باطلة عندما اتهموا الرئيس العراقي صدام حسين بالعلاقة مع تنظيم القاعدة الإرهابي، وهذا لم يكن متأكدا وإنما كانت مجرد إشاعات. أيضا فنتذكر عندما حاكموا رئيس صربيا، هم لم يحاكموه بسبب جرائم كما قالوا ارتكبت في يوغوسلافيا، لأن الجميع ارتكب جرائم في يوغوسلافيا كل الأطراف، ولكن هذه كانت فقط رسالة إلى روسيا ومحاولة للضغط على روسيا في ذلك الوقت. الآن هذه المحاكمات وهذه الإعلان يعني كما قلت هو يبقى قرار غير ملزم، لأنه حقيقة هل سيكون لروسيا أي رد فعل على هذا القرار؟ يعني رد الروسي معروف، هو أنها تتهم هذه الجمعيات الحقوقية في أوروبا لا تتخذ قرارها بنفسها، وإنما هذه القرارات تملى عليها وليست بملء إرادتها.